العاب درايفر، درايفر 2 هذا اللي يطلع من السيارة، درايفر 1 اللي ما يطلع من السيارة اللي تبدأ في الجراج وتسوي المهام هنا موجودة. نشوف درايفر 2. والله الموسيقى، انت تذكر الموسيقى دي؟ تذكرون الجسر اللي يرتفع؟ اوه اذكر انك تدفنه. ايوه طبعا في خلل كان، ما ادري ضربة او شيء ما كانت تشتغل عندي. تدري يمكن هنا انسى اني قاعد اصور والعب معاكم اكمل. السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اول شيء اقول لكم ادمنت. انا من النوع اللي ما احب الالعاب في الذكرى القديمه، فده الموقع ادمنته. والله ما ادري شو اقول لكم، لكن اشخاص اللي من تحت تقريبا موريد تحت ال 95 يمكن او تحت 93 يتذكرون بلاي ستيشن 1 وكيف الالعاب اللي فيه، يتذكرون الدوري الياباني، يتذكرون لعبه طرزان، يتذكرون بيبسي ماهن، يتذكرون جاكي شان، فالعاب كثيره. هالموقع يوفرهم لك كلهم، تقدر تحملهم او تقدر تلعب فيهم، تلعب فيهم في الايباد، في الايفون، في اللابتوب، في الويندوز، في الماك، في الاندرويد، في اي شيء. عليك بس انك تفتح الموقع تبحث عنه وتلعب، واذا عندك الاي او اس وجهازك فوق الاي او اس 13 تقدر تشتري اي يد كنترول بلاي ستيشن، اكس بوكس او ذي اليد اللي عندي تشتغل عندك وتلعب. فخلونا نبدا اوريكم العاب، اوريكم ذكر قديمه وكيف تلعب فيهم، كيف برضو راح اعلمكم كل شيء، كيف تخزن وكيف كل شيء. فخلونا نبدا. اوكي مثل ما قلت لكم كبدايه، تفتح جوجل اكتب بي اس 1 فان، ايش فين حطيت فان دوت كوم بيطلع لك مثل ما تشوفونه فوق. نفتح الموقع، هذا هو الموقع. خلاص في الالعاب هنا موجودين من الاي الين زيرو برضو اذا كان في العاب بالارقام او اول، وتشوف كلهم هنا. هنا فوق تشوف النيو، مع انه ما في نيو بس انه اخر شيء يعني حتى حطوهم في الموقع، لانه ما بموجوده كل العاب بلاي ستيشن، لكن في العاب حلوه يعني اللي نتذكرها اول. نشوف مثلا الاكثر الالعاب يلعبونها الناس هنا، تيكن 3، تيكن 3 هنا، هنا كراش تقدر نلعبها، هنا اللي مغيمينهم اعلى تقييم نضغط عليها. نشوف الالعاب دي اللي ما اعرفهم تقدر تكمل هنا وتشوف برضو، فانت بكيفك. بما اني يعني اتذكر العاب راح نبدا العاب اللي انا احبهم. مثلا تقدر تروح حرف التي وتبحث عندك وتكتب هنا بكيفك، او اذا تعرف اسم اللعبه بالضبط تقدر تبحث عنها هنا. انا كتبت اوكي، هذه هي اوكي، فتحناها. اتوقع الكل يتذكر ذي اللعبه. نضغط هنا ونلعب، راح اعلمكم كل شيء ان شاء الله. نضغط ستارت، في داونلود هنا اللعبة لكن ما بيحملها عندك، لكن بتلعبها اونلاين يعني، لكن في داونلود فعلى حسب الانترنت حقك. ننتظر التحميل. في خيارات راح اعلمكم اياهم تحت، وكيف تخزن مثل ما قلت لك، وكيف تذكر التخزين الصغيرة ذي عشان تعطيها صديقك وكمله، فنفس الحركة بتسوي هنا. مثل ما نشوف بدأت اللعبة الحين، اتوقع الكل يتذكر ذي. كنسل الصوت، يتذكر اللعبة ويتذكر الفيديو. كنسل الصوت، طبعا الصوت في ازعاج ما ادري ليش، ممكن الكواليتي حق الفيديو وكل شيء والفورمات حق الصوت، فتبي تقصر عليه او انك تبي تسمع كذا بكيفك انت، بتحط سماعه. طبعا بكنسله مثل ما نشوف وقفتها. طيب اللعبه مثل ما قلت لكم نفس اي لعبه في بلاي ستيشن 1 او ما تقدر تلعب فيها التاتش، لان هي اللعبه مبنيه على اليد فلازم يكون عندك يد. مثل ما قلت لكم نفس اليد انا راح العب فيها، فتقدر تحط تحط يد بلاي ستيشن، يد الاكس بوكس، اي يد تشتغل عندك. كنت تذكرون اتوقع هذا الفيديو، ان شاء الله تذكرونه. anyway نبدا الحين. انا ماشي بعيد، انا اقول لكم ادمنت اللعبه، قاعد العب فيها كثير. ف ايش اللي تسوي عليك اذا كنت انت رايح بعيد وتبي تلعبها تكمل لعبك نفسه؟ خلنا في نفس المكان، نضغط هنا اللي تحت مثل ما نشوف، هذا حق التنزيل. هنا لو صرت وصلت بعيد تضغط هنا وتحمله وتنزل الملف وتخليه عندك. هنا الرافع، انا برفع ملف بما اني انا واصل اوريدي بعيد. فايش مسوي انا؟ انا حاط لي في الاي كلاود هنا حافظه لحق بلاي ستيشن، فبتبحث عن بلاي ستيشن. مثل ما نشوف
انا مسوي لي حافظه، انت تسوي لك حافظه في الملفات عندك وتلعب. ضغط هنا على طرزان، نفتح الملف. خلاص الحين الملف ارتفع، فالحين راح ما راح يخليني ابدا من الصفر، لا خليني ابدا من الملف اللي رفعته. تقدر تخلص ذا ونضغط نشوف كان بيخلص ولا. اوكي مثل ما نشوف تذكرون ذا الشكل. فالمهم اذا وصلت في اي مرحله انت وفي مكان تخزين بتخزن، عليك انك تنزل الملف. لكن الحين مثل ما نشوف نبدا، اتوقع تذكرون خذ ارفع لكم الصوت قليل، او انا كاتم الصوت من هنا. المهم اني وصلت هذا اللعبه، وهذا الطريقه اللعب. اتوقع الكل يذكر ذي اللعبه، لعبه كامله تقدر تلعبها. بس تبي تخزن تضغط هنا التنزيل، ينزل لك الملف، ينزله في الفايل وتخزن. ايش تبون نشوف؟ نشوف درايفر. العب درايفر، درايفر 2، هذا اللي يطلع من السياره. درايفر 1 اللي ما يطلع من السياره اللي تبدا في الجراج وتسوي المهام، هنا موجوده. نشوف درايفر 2. فمثل ما نشوف اللعبه اشتغلت. ايام تذكرون الفيديو ذا؟ تحس صدق ايام راحت. الله يطلع هنا يتمشى ومكيل. هنا مثل ما قلت لكم اذا عندك ملف تضغط هنا، تضغط هنا تروح على، لو عندك، انا عندي بس لي ملفين جاك شان وطرزان. تيك رايد اول اندر كفر. خلينا نبدا يلا نيو جيم. والله احيانا يعلق هنا ما تشتغل اسطوانه. اوكي الحين تبدا توصل، يعطيك وقت توصل السياره توديها مكان ثاني. ما ادري كيف ذيك الفتره كان ده ممتاز عندنا ونفهم البادي ونفهم كل شو السياره كيف مسوينها. كان ذاك الوقت هذا الكواليتي حقه. والله اوكي اركب. ما علي تذكرون ايام. والله الموسيقى انت تذكر الموسيقى دي. انا الكوبي رايت جايني شكلي. بس والله ايام. تذكرون الجسر اللي ارتفع؟ الله. بس المهم فهمتوا هاللعبة. نشوف جاكي شان. شيء برضو قلت لكم انك تقدر تغير الازرار اذا كانوا مو مشغلين عندك كويس. احنا راح اعلمكم كيف تغير الاماكن حقت الازرار نفسها. طبعا الى الان يقول لك اكس مربع داير لنا على البلاي ستيشن، على يد بلاي ستيشن، فيقول لي اكس، انا اعرف الاكس وين هنا موجود الاشياء على حسب الاختلاف. فلو تبي تغير الازرار اللي عندك، انا اذكر لما لعبت جاكي شان طلع عندي الزر نسيت اي شيء اللي ما يفتح او ما يضغط عندي، فلازم تضغط هنا المربع وتذكرون ذا المكان اللودينج. تضغط هنا على الكيبورد وتغير هذا اليد بلاير 1 بلاير 2، تغير السيت اب حقك بكيفك انت من هنا. طبعا كبدايه مو راضي يغير عندي، حاولت كثير ما بقدر اغير، طفيت اليد شقلتها وسكرت الموقع ورجعت فتحتها وقدرت اغير. anyway اذا كنتم تضغطون هنا وتحملون، اذا كان عندكم ملف تقدر تحمل الملف من هنا. اضغط برس بوتوم. اوكي البوتوم تذكرون اتوقع زر الستارت بس ما هو موجود عندنا. مهما عديناها طلع في ستارت. ستارت طلع عندي يوم ضغطت هنا في الكيبورد خيار البي تقريبا في الكيبورد، فضغطت الكيبورد بي ففتح لي. انا تقدر تلعب فيها برضو بالكيبورد. المهم
نبدأ اللعبة. ذكرونها. مثل ما نسمع الصوت حقها فيها ازعاج بقوة. أنا كيف كنت ألعبها ومستمتع في اللعبة تلك الفترة؟ أحس إنها صعبة. أوه أذكر إنك تدف ذا. أيوة طبعا في خلل كان ما أدري ضربة أو شيء ما كانت تشتغل عندي، فمثل ما قلت لكم رحت الكيبورد وغيرتها. والله يضرب بقوة ذا يا حبيبي. شوي شوي. أوه كان أدب عليهم ذا. حليب حليب. الله الله أيام. المهم عرفتوا هاللعبة. نبحث عن أشياء مثلا نروح بيبسي مان بدل ما نبحث من فوق. نشوف هنا الألعاب اللي موجودة. هذه هي ذكرون بيبسي مان. طبعا في ألعاب كثيرة، في ألعاب أنا ما أعرفها يمكن أشخاص يلعبون فيها. أنتوا بكيفكم يعني، دخلوا هنا وبحثوا وشوفوا الألعاب اللي موجودة. أذكر إنك تخلص اللعبة ليش عشان تطلع باللون الأحمر. شكل أسطوانة اختربت. لازم أوكي اشتغلت. أيوة هذا الداعي. والله العظيم أيام. ما أدري اللي جاء هذيك الفترة بيبسي عشان تسوي لعبة بلاي ستيشن، بس المهم. والله هذا هو الحين يصقع تقريبا. لا ما يصقع، غيروها شكلهم. إلا كان يصقع الحين. أوكي. يقول لك بس ستارت، ما عندي ستارت أنا هنا ولا بحاطه، فتقدر تغير أنت بكيفك من كيبورد. أنا في البي تقريبا، في الفي طلع. هذا الدعاية البداية. أيوة الدعاية اللي ما تقدر برضو تروح. لا نروحهم بالفي بالستارت. الله تدري يمكن هنا أنسى إني قاعد أصور وألعب معاكم أكمل. تشيك وين هنا. اوكي ايه الحين بالعكس. اذكر كنا نقلب اليد احيانا كنترول ترى عدم. المهم عرفت اللعبة وعرفت كل شيء وعرفت الحركات كلها، فبس ما يحتاج يعني نكمل معاكم اللعبة. عرفت الحركات عرفت كل شيء. التخزين تعرفتوا كيف تحملون ايات تشتغلون تغيرون الاوضاع حق اليد. اذا كان احيانا بعض الالعاب ما تشتغل الزر وكل شيء لازم تتعب عليه شوي. انا تعبت وانا ابحث بعض الشيء مثل الستارت عندي اقدر اغيره واحطه في خيار من الخيارات هنا، لكن بما اني عندي الكيبورد فموجود في الفي خليته في الفي عادي. بس هذا الفيديو وهذا اللعبه وفي العاب كثيره. شوفوا لي انتو الالعاب اللي موجوده والالعاب اللي تحبونها انتو وتشوفون موجوده ولا موجوده. طبعا احد يسالني هل في موجوده ذيك اللعبه، انت افتح جوالك، انت فتحت الفيديو قاعد تشوفه، افتح جوالك وابحث، افتح الموقع وابحث عن اللعبه اللي انت بيها. بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم واستمتعوا بالذكرى القديمه. السلام عليكم.